في حاجة حصلت العالم كله بقاله 3 4 ايام، احنا مشغولين طبعا بماتشات كورة، ومشغولين مش عارف مين ومش عارف مين اتطلقت من مين، فبتقول عليه كذا ومين بيقول عليه كذا والعالم اكتشف اكتشاف مذهل. اما اينشتاين قال لك الدنيا مش عارف ايه، فيها ثقب اسود كده ايه بيجذب الحاجات مش عارف ايه. قالوا له ده اينشتاين ده بقى انتوا عارفين شايفينه بعض الناس انه مفوت، يعني زود قوي على الحاجات، زود من كتر ما هو عبقري. حد عندكم طبعا عندكم فكره ان هم خدوا مخ اينشتاين حافظينه، حبوا يشوفوا ايه ده موجود لغايه دلوقتي محفوظ، بيشوفوا ايه المخ ده، لان مخ مش طبيعي يعني، مش من كتر الاكتشافات المذهله اللي اكتشفها واللي هو الابعاد بقى، وضم عليهم في طول والارتفاع والعرض وقال لك في الزمن هيدوقك في البعد ناري. هو اللي هيخلص لي طاري. فاكتشفوا بقالهم من سنة 1912 قالوا عايزين الثقب الاسود اللي قالوا عليه ده عايزين يشوفوا، وبيقولوا في ثقب اسود كده عبارة عن نجم او نجوم او حاجات كتير قوي، اهو الثقب اهو اتصور من سنة 12 لغاية سنة 17 تقريبا، قعدوا 5 سنين عشان يصوروا المشهد ده. طب عملوا ايه بقى يا ترى؟ طبعا انا عشان اقول لكم شويه المعلومات دي اللي ممكن يكون فيها معلومه مش دقيقه، قال لك ده احنا عايزين نصوره من الارض، مش هنقدر نطلع نصوره من فوق، نصوره من الارض ازاي يعني؟ قال لك نعمل تلسكوب. قالوا طب نجيب تلسكوب فين بقى؟ قال لك الصين. الصين امريكا والمانيا وروسيا ودول له راحوا الصين، قال لك اكبر تلسكوب قطر تلسكوب 500 متر عملته الصين من سنتين ثلاثة. مش ده في صورة للتلسكوب الصيني كده عبارة عن ايه؟ طبق كده معمول 500 متر قطره، مش من دول خالص. قال لك لا ده احنا عايزين تلسكوب قطر الارض، يعني قطره قد الارض. طب وده هنعمله ازاي ده؟ ما في بنت لطيفة كده طلع لنا اسمها هبة، في ولد كده اشتغلوا في الخوارزميات وعملوا مش عارف حاجات وعملوا، هاتوا البنت دي بص بص. حدث ولا حرج، دي اتعدلت في الخوارزميات بتاعت الفيزياء عشان تقدر تعمل ايه هي ولد كمان، من سنة 12 لغاية سنة 17 بنت عادية. عملت ايه بقى؟ قالوا لا احنا هنعمل ايه، هنجيب مجموعة تلسكوبات نحطهم في صورة للخريطة للعالم كده، في التلسكوبات معرفش عندكم ولا لا، واخدة حتت كتيرة جدا واصلة القطب الجنوبي. شوف بص بص دي كلها تلسكوبات اتحطت في الاماكن دي كلها بدقة رهيبة جدا، يعني بدقة رهيبة جدا عملت التلسكوبات دي زي ما انت شايف. بص فين؟ في المغرب، في اسبانيا حاجة، وبعدين نازلين في امريكا الجنوبية اهو، هي الصورة دي. كل دي تلسكوبات معمولة مخصوص عشان تجيب الصورة، تجمع الصورة دي. بعد ما خدوا الصورة بسنتين جمعوا، يعني قعدوا سنتين يجمعوا الصورة عشان يشوفوا ايه الصورة بالظبط. يعني بيقول لك التلسكوب العملاق ده بيبقى التلسكوب ده اللي انت شفتوه ده، هات صورة التلسكوبات دي هات لنا صورة التلسكوبات يا هبة لو سمحت. اهو التلسكوبات دي بقى اتحطت يا سيدي، وقال لك ايه بقى؟ قال لك احنا عايزين نصور في لحظة. انا كاتبها ايه؟ جزء من المليار من الثانية، جزء من مليار من الثانية، يعني الثانية هتقسم بمليار وهياخدوا منها جزء عشان دول كلهم يصوروا في لحظة واحدة، في لحظة واحدة يقوموا يجيبوا الحاجات اللي احنا عايزينها. فقدروا بقى يعملوا حاجة لطيفة جدا. ايه هي بقى؟ لما صوروا قالوا بقى احنا نقدر دلوقتي، تقدروا تعملوا ايه؟ قال لك ممكن تروح تطلع القمر وتحط تفاحة او تحط كرة تنس او تحط منجاية ونصورها لحضرتك. ادي اول انجاز. الانجاز اللي قبله ان نظرية اينشتاين طلعت مظبوطة، الثقب الاسود اهو. طيب الثقب الاسود ده، في ثقب
في درب التبان اللي هو بتاعنا احنا ده صغير شوية. يعني صغير قد ايه؟ يعني 55 مليون شمس متهيألي كده الثقب ده. أربعة مليون كتلة شمسية. ده مش ده، ده القريب بتاعنا اللي هو لسه ما طلعوش صورته. ده البعيد ده بقى ايه؟ ده البعيد ده، ده حطيه على الشاشة هيبقى خليه هو السيد الموقف. الثقب ده بعيد عننا كتلته حجمه 6.5 مليار كتلة شمسية. 6.5 مليار كتلة الشمس 6.5 مليار مرة. يعني 1,600,000 مليون كمان. يعني حاجة 600 مليون كمان. 6.5 مليار الكتلة دي. الكتلة دي اللي انتوا شايفينها دي تشفط أي حاجة. كل حاجة؟ قال لك آه تشفط كل حاجة. كل حاجة؟ قال لك آه، بس الضوء. انتوا عارفين سرعة الضوء قد إيه؟ الضوء لما يشق كده بسم الله الرحمن الرحيم، الثانية 300,000 كيلو. الثانية بتاعت سرعة الضوء 300,000 كيلو. فالبتاع اللي هو الثقب ده لو دخل فيه الضوء ما خلاص. أي حاجة بتنزل في الثقب، دي المعلومات الموجودة حتى الآن على مستوى العالم. بتنزل في الثقب أي حاجة، عارفين بتاعت شفاط المكنسة ده؟ هو بقى يروح شافط أي حاجة في الكون. طب الثقب ده بيتكون من إيه؟ قال لك نجوم. نجوم بتموت بتدبل بتبقى كتلة. زي إيه بالظبط؟ زي الكتلة، زي مثلا كيلو الحديد بيبقى قد كده، إنما كيلو الفشار بيبقى قد كده. فبيبقى كتلة بيضغط. فاضغط اضغط 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 يعمل الكتلة دي. كل ما الضغط ده بيزيد كل ما الجاذبية بتزيد. ده العلم بيقول كده. كل ما انت بتضغط اكتر كل ما الجاذبيه بتزيد اكتر. فتقدر تقول يا ترى البتاع ده فين بقى؟ في برضه عالم لبط قال لك الثقب ده بعديه فيه ثقب ابيض. في كمان ثقب ابيض. لان الحاجه اللي بتروح جوه بتروح فين؟ وايه الحكايه؟ فالعالم بيشتغل على حاجه مذهله. يعني حاجه مذهله. احب جدا ان الناس تعرفها. وانتوا بقى ممكن تخشوا وتشوفوا على اليوتيوب في افلام كتيره جدا عن الثقب ده والتلسكوبات اللي اتعملت. شوفوا الجهد. ادي بقى تلسكوب الصين ده اعظم تلسكوب في العالم دلوقتي لانه اكبر تلسكوب عملته الصين على فكره. على فكره الصين اللي فيها 1,600,000,000 بني ادم. 1,600,000,000 بني ادم اظن كده، يمكن اقل شويه يمكن اكتر شويه. اللي فيها 1,300,000,000 600 مليون 500 مليون بني ادم عملت ده اللي محدش عمله في العالم كله. قطره 500 متر.